مساء الخير. قيادة التحالف العربية الداعمة للشرعية في اليمن أعلنت أنها تحضر لعملية واسعة ضد الحوثيين، وأن على الحوثيين أن يتحملوا نتيجة استهدافهم للمدنيين. ما الذي يمكن أن يحدث في هذه العملية التي يتم تحضير لها؟ وما هو المفهوم العسكري لعبارة عملية واسعة؟ ثم ما مدى تأثيرها على قدرة الحوثيين في إطلاق الصواريخ والمسيرات؟ وإن كانت هذه عملية واسعة فما هي نتائجها المحتملة؟ هذا سيكون موضوعنا الأول في قضايانا هذا الأسبوع. دعوني أرحب باللواء عبد الله غانم القحطاني، خبير عسكري واستراتيجي من الرياض، وأرحب كذلك بالعميد محمد جواس، خبير عسكري واستراتيجي من عدن. مساء الخير. مساء النور. اللواء عبد الله غانم القحطاني، هل ما زال تحضير على حد علمك لهذه العملية الواسعة على قدم وساق؟ متى يمكن أن ينفذ عملية إن كان عملياً إن كان لديك معلومات؟ لا أمتلك معلومات، ولكن السياق معروف، وبالأخص أننا أمام مرحلة مختلفة لمواجهة الحوثي بعد أن اقتنع يعني أحد في هذا العالم بأن هذا الإرهابي لا يمكن أن ينزل إلى المفاوضات إلا بالقوة العسكرية. أعتقد أن هذا التحضير يشمل أكثر من مكان، وأنا أتمنى أن تكون الحديدة ضمن هذا المجال، وأتمنى أيضا أن يكون لصنعاء نصيب على الأرض وليس من الجو، والجيش اليمني عليه أن يفكر في هذا الشيء، أو على الأقل أن يكون هناك عمليات يعني محددة في هذا الجانب. وربما التحضيرات أعتقد أنها يعني تفضل استمر استمر. التحضيرات يعني ليست بالجديدة، القوات المشتركة، التحالف العربي، جميع المتحالفين، القوات السعودية الأشقاء في الإمارات، مع القوات الموجودة على الأرض، العمالقة والقوات الأخرى، جميع القوات هناك هي قادرة على إحداث نقلة نوعية جدا على الأرض ضد الحوثي. المشكلة أتمنى ألا تبقى سياسية، أتمنى على مجلس الأمن، وأتمنى من الدول الكبرى التي تأثيرها أصبح سلبي، الولايات المتحدة، بريطانيا، أن يتغير هذا الموقف وأن يسمح بضرب الإرهاب الذي يهددنا جميعا. التحالف العربي يعني ليس عاجزا. بنتكلم على هذا الموضوع لاحقا تفاصيله، ولكن برأيك هل هذه العملية الواسعة التحضير لها التي أعلن عنها من يومين جاءت كرد فعل على استهداف مطار الملك عبد الله في جيزان، أم أنها منفصلة عنه؟ لا أعتقد ليست فقط من أجل مطار الملك عبد الله في جيزان، لأن مطار أبها الدولي أيضا يتعرض للإرهاب، وأيضا العاصمة الرياض وأبو ظبي وكل هذه الأماكن. لا أعتقد أنها ضمن عمل متكامل مبرمج ومؤقت يعني بالتوقيتات معينة، وأعتقد أنه يتناغم مع مواقف دولية. التحالف على فكرة الكثير أو القليل لا أعلم لا يعلمون بأنه يعني يتحمل ضغوط هائلة جدا، وأنه يثبت للآخرين بأن منهجه العملياتي على الأرض هو الناجع وهو الحقيقي. هناك دول لم تقتنع، هناك دول كانت تعتقد بأن الحوثي سيستجيب في مرحلة ما. التحالف يثبت لهم بأن الحوثي وخلف إيران لا يفهمون هذه اللغة، وبالتالي اللغة الحقيقية هي مواجهتهم على الأرض. هذا هو منهج التحالف الذي يقوم به حاليا. أعتقد أن هذا التحضير أنه امتداد للعمل السابق، لكن أتمنى أن يكون عمل قوي وشامل على كافة الجبهات. هذا هو الذي سيكون الفارق. طيب عميد، خلينا بس أنوه، لأنه العميد جميل المعمري وهو أيضا خبير عسكري واستراتيجي انضم لنا الآن من القاهرة. مساء الخير عميد جميل المعمري. ليا بجميع الإخوة الضيوف الكرام. نعم أوكي، برجع لك بعد شوية. بسأل عميد محمد جواس من عدن. محمد جواس، ما الذي يعني الانطباع الذي طلعت فيه من عبارة عملية واسعة، هذه العملية اللي بيحضر لها أو اللي أعلن التحالف أنه بيحضر لها، إيش تفهم من كلمة أو عبارة واسعة؟ مساء الخير تفضل. أولا مساء الخير عليك، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام وتحية للمشاهد الكريم. العملية العسكرية الواسعة في المفهوم العسكري، بمعنى أن هناك عمليات ذات بعد تكتيكي وذات بعد استراتيجي، تمثل في الغارات الجوية على أماكن مستهدفة تحمل طبيعة استراتيجية، وأيضا لابد أن تكون العملية الواسعة تشمل إسقاط مناطق أو تحرير مناطق هامة
في على الأرض من هذه الميليشيات الحوثية، وأعتقد أن هذا الأمر يحضر له بشكل كبير. وهذا الأمر جاء ردات فعل ليست فقط يعني استهداف مطار أبها أو استهداف المطار في جيزان، أو أيضا له أبعاد استراتيجية باتجاه الملف النووي. وهذا الأمر واضح أنه حتى هناك أيضا تعزيزات للقدرات القوات الأمريكية في المنطقة. هناك إعلانات واضحة من قيادة عسكرية كبيرة في المنطقة، زيادة في عدد القطع البحرية، زيادة في عدد القطع الجوية، وهذا معلن قبل أيام. وهذا الأمر يبدو أنه كأنه مراضاة للدول المنطقة في سبيل التوجه إلى التوقيع للاتفاق النووي مع إيران. المؤشرات أو الأخبار تقول هكذا، وبالتالي يبدو أنه في سياق هذا الأمر وفي سياق هذا الإعلان هناك أيضا تعزيز دولي بهذا الاتجاه لمنع هذه الهجمات الإرهابية العابرة للحدود. وهذا الأمر سيعزز أيضا دعما لوجستيا واستخباراتيا في تحديد أهداف قوية ذات تأثير كبير على الميليشيات الحوثية في مطار صنعاء أو في محيط صنعاء أو محافظة عمران وصعدة. طيب. صنعاء وأيضا في مناطق البحر في محافظة حديدة. هذه العملية الواسعة، مفهوم العملية الواسعة برأيك حسب ما تعتقد، خليني أشوف كمان إيش يعتقد العميد جميل المعمري بهذا الصدد. مساء الخير عميد جميل المعمري مرة أخرى. مساء النور وشكرا لك أستاذ وديع. طبعا أنا أعتقد أن العملية العسكرية الواسعة ستكون هي عملية عسكرية ستشمل أكثر من محور وأكثر من منطقة أو محافظة، ستشمل العديد من المحافظات وستشمل العديد من المحاور، وستشارك فيها أيضا جميع صنوف القوات المسلحة، بمعنى قوات البرية ستكون مشاركة بالإضافة إلى القوات الجوية الداعمة من قبل دول التحالف، بالإضافة أعتقد أن هناك قوات بحرية يتم حاليا إعدادها من قبل دول التحالف ومن قبل دول مؤيدة للتحالف العربي، الآن تستعد لتشكيل قوة بحرية للتدخل في حماية باب المندب وفي حماية المياه الدولية والتجارة الدولية. هذه العملية الواسعة ربما تكون في أنا من وجهة نظري أنها ستشمل ربما ثلاث محافظات، ربما تكون هي نقطة الانطلاق بتوقيت واحد، ستكون هناك إدارة عملية واحدة، ستكون هناك توحيد أيضا لجميع صنوف القوات المشاركة في المعركة، لن يكون هناك مقاومة معينة ولن تكون هناك طرف معين. يعني هذا اللي هناك معلش، هذا اللي تتوقعه أو اللي تتمناه؟ أنا أتوقع ذلك، هذا ما أتوقعه، أن تكون هناك إدارة عملياتية لجميع صنوف الوحدات العسكرية، سواء في الأحزمة الأمنية، سواء في ألوية العمالقة، سواء في الجيش الوطني والمقاومة المشتركة، كلها ستعمل تحت إدارة واحدة في العمليات القادمة الواسعة التي أعلن عنها. هذا توقعاتنا، وهذه هي التجهيزات الحالية التي تجرى من قبل التحالف وبالتعاون مع جميع صنوف الوحدات العسكرية. ولاحظنا أيضا التناغم والتنسيق الذي لاحظناه خلال الفترات الأخيرة، بالذات في معركة تحرير شبوة وفي معركة تحرير حريب والمناطق التابعة لها، وأيضا هناك تحركات كانت مصاحبة في الساحل الغربي، ونتوقع أن تكون الآن العملية أكثر توسعا وأكثر شمولية لجميع صنوف الوحدات العسكرية المناهضة لميليشيات الحوثي وتحت قيادة واحدة إن شاء الله. نعم. طيب، بيبقى السؤال المهم من هذه العملية أو من أي عملية أخرى، هو قدرة الحوثيين الصاروخية وفي الطائرات بدون طيار أو المسيرات كما يطلق عليها. برأيك عبد الله اللواء عبد الله غانم القحطاني، هل ستستطيع هذه العملية التي أطلق أو وصفت بالعملية الواسعة أنه تضعف إلى حد كبير قدرة الحوثيين في الصواريخ والطائرات المسيرة؟ والله أستاذ وديع أنا لا أعتقد هذا الشيء، أنا أعتقد أن الهدف هو إضعاف الحوثي بشكل عام، هو السعي لإنهاء الانقلاب، هو السعي للضغط على الحوثي ومن خلفه لكي يفاوض ولكي ينتهي هذا الوضع. لأن قضية المسيرات والصواريخ
ستستمر يعني حتى وإن توقفت من اليمن ستأتي من مكان آخر ربما من الشمال أو حتى من أي مكان على سطح البحر. لا، القضية لا تستهدف منع الصواريخ والمسيرات فقط، وإنما إلى الموضوع برمته. إيران تريد هذا الشيء، وإيران تريد أن تفاوض أي أحد على وجه الأرض سواء في جنيف ولا في الخليج على أن يخفف التوتر من خلال الصواريخ والمسيرات وربما شيء أخرى. لكن هذا لن يقنع لا المملكة العربية السعودية ولا التحالف. كأنك يا أبو زيد ما غزيت، يعني يظل الانقلاب موجود في صنعاء ويظل التهديد الإيراني موجود. لا، أنا أعتقد يعني أن أي عمل يقام به سواء هذا العمل الحالي الذي يحضر له والذي أعلنتموه أو أي عمل آخر هو من أجل استهداف القوة الحوثية كقوة على الأرض انقلابية تابعة لإيران. أنا شخصيا يعني أي عمل لن يمتد إلى الحديدة سيكون غير مكتمل. الحديدة هي الشريان الذي يعتمد عليها الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، ويعتمد عليها الحوثي بدخول الأسلحة والحصول على الأموال، وأيضا هو نقطة الارتكاز للابتزاز الدولي. الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بريطانيا، كل هؤلاء يعلمون بأن الحديدة هي المركز الرئيسي، هي مركز القوة لدى الحوثي. فلنتصور حاليا من خلال أستاذ وديع أن الحديدة ليست بيد الحوثي، ماذا نتوقع؟ سينقطع الإمداد بنسبة عالية جدا من الحرس الثوري الإرهابي الإيراني. ولكن كيف يمكن أن أي عمل لا يصل إلى الحديدة سيكون ناقص؟ ولكن البعض يرى بأنه قدرة الحوثيين أذرع إيران الصاروخية وفي الطيران المسير أكثر خطورة من أي شيء آخر. سيدي هي تشكل خطورة علينا جميعا، الطيران المسير يشكل خطورة علينا جدا، علينا في منظومة مجلس التعاون الخليجي، عليكم في الجنوب، على كل أحد، على اليمن بذاته يشكل خطورة على كل المنطقة. لكن من أين أتى هذا الطيران المسير وهذه الصواريخ؟ من الانقلاب الحوثي، من إيران. يعني هل نتوقع أن إيران ستنهي الصواريخ والمسيرات وينتهي الوضع؟ لا طبعا، هناك أشياء أخرى وهم يستعدون لمرحلة قادمة أشد وأصعب مما مضى. هذا مهم أستاذ وديع. إيران تختلف، من لا يقرأ إيران ويعرفها هو يغالط نفسه. إيران تحضر لأعمال إرهابية أشد مما مضى انطلاقا من اليمن. أنا شخصيا أقرأ هذا ومتأكد منه. محمد جواس، أعتقد أنه ما في قدرة لإضعاف أو يعني إنهاء هذا الكابوس الحوثي بالنسبة للصواريخ والمسيرات. يعني ما قاله اللواء عبد الله غانم القحطاني بأنه هذه العملية الواسعة ستضعف الحوثيين، لكن ليس بالضرورة أن تضعف قدراته في إطلاق الصواريخ والمسيرات. في شيء مش مفهوم هنا، ممكن توضحه لنا؟ نعم، هنا أستطيع أن أقول أنه إضعاف قدرات الميليشيات الحوثية أمر بالنسبة للصواريخ البالستية أو الطائرات الدرونز المفخخة أمر وارد. نحن رأينا كيف تم يعني استخدام الطيران في ضرب ألوية المشاة الحوثية أو قوات الحوثية، مما أدى إلى هذه الميليشيات القيام باستنفار مجتمعي وإرسال أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى لعمل الحشد الشعبي. هذا ضعف وتأثير كبير بمجرد إيش؟ غارات جوية منتظمة مدروسة صحيحة تستهدف. ولكن الغارات الجوية الميليشيات الحوثية وأثر عليها. معلش لو قاطعتك، لا أنت لحظة، معلش لو قاطعتك، يعني في يمكن واحد يقول له أنه بعد أسابيع قليلة بتدخل حرب اليمن ثمان سنوات وهذه الضربات الطيران مستمر، ومن يومين فقط استهدف مطار جيزان المدني. وش كيف يعني يضعف؟ كيف بيتم إضعافه بهذه الضربات الطيران؟ أولا يجب استهداف نقاط السيطرة وإضعافها من حيث قدرتها. نحن نتكلم على أنه يمتلك هذه الطائرات ويمتلك هذه الصواريخ، لكن تأثيرها العسكري أو تأثيرها يعني أضرب أنت تضرب في مطارات، تضرب في، لكن الحرب تستمر في استهداف هذه الصواريخ أو غرف توجيهها أو صناعتها. يجب أن نعلم أنه سيضعف مهما كان الأمر، سيضعف الحرب يا أخي العزيز عبارة عن نفقات مال
يجب أن يضعف بشريا ويضعف ماليا. هذه الأسلحة يجب أن تستهدف في أماكنها، ويجب أن تستهدف خبرائها وأماكن تصنيعها، وستضعف أيضا حتى لو أطلق الصواريخ، أيضا تأثيرها ضعيف. أيضا هناك المعلومات الاستطلاعية التي تمكن التحالف أو تمكن القوات البرية للشرعية من إسقاط هذه الطائرات. يجب أن تكون هناك أسلحة، يجب أن يكون هناك خدمة، يعني دعما أمريكيا أو من دول الحلفاء بتقنيات عالية لإضعاف قدرات هذه الطيران. يعني ومع ذلك بمعنى أنه إذا أنا لم أدمرها على الأرض وأضعفها، يجب أن أضعف تأثيرها العسكري وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها إذا تجاوزت الحدود. ولا كعسكري أنا أكلمك، لا يهمني هذا الأمر، ما يهمني هو أن كيف أؤثر على، يعني أوصل إلى هزيمة هذه الميليشيا الحوثية، سواء كانت مع أسلحة أو سواء كانت عادها مع صواريخ أو تستخدمها ومع ذلك إلى آخر يوم من هزيمتها. ومع ذلك هناك من يقول من المحللين الاستراتيجيين زملائكم إنه ما لم يتم الاكتساح البري فلن يتم إضعاف هذه الجماعة الإرهابية إلى حد كبير. عندك مثل بالحرب العالمية الثانية، طيران الحلفاء دك مدن سواها بالأرض، ومع ذلك لم تحسم الحرب العالمية الثانية إلا بدخول المشاع على الأرض إلى عقر النازية، بعدين انهارت. جميل المعمري يعطيك، لا معلش معلش، خدها من هنا جميل المعمري، وش رأيك؟ طبعا أنا بالنسبة لي موضوع ممكن الصوت بس هنا الذي صدى صوت، صلحوا له الصوت يا شباب. أنا بالنسبة لي ميليشيات الحوثي وطريقة إضعافها، أنا أعتقد أن ميليشيات الحوثي اليوم نحن ساهمنا بشكل كبير سواء في الشرعية سواء في التحالف العربي على تمدد هذه الميليشيات وعلى وصولها إلى ما وصلت إليه من قوة. يا عزيزي، هناك تساهل كبير من قبل دول التحالف مع الميليشيات الحوثية من حيث دخول العديد من الأسلحة عبر المياه الدولية، ومعروف أن المياه الدولية تسيطر عليها الدول العظمى وأيضا دول التحالف التي كانت لا تسمح حتى بمرور أبسط سفينة أو قارب إلى الحديدة إلا بعد تفتيشها في الفترات الأخيرة. هناك تساهل كبير كان. الشيء الآخر، وهناك أيضا مصانع تسليح أو مصانع سلاح، مصانع متفجرات، مصانع عبوة ناسفة دخلت إلى اليمن وتم احتجازها، ولدينا معلومات دقيقة أنه تم احتجاز بعض هذه المصانع في محافظة مأرب، وأتت توجيهات عليا بفتح بترك هذه المصانع والمخارط، وتم إيصالها إلى داخل صعدة وإلى داخل مناطق سيطرة الحوثية. بمعنى أن هناك متعاونين من الشرعية معها هذه الميليشيات في تسليحها وفي إدخال السلاح إليها وفي إدخال المعدات التي بموجبها تستطيع التصنيع. نحن لسنا أمام مشكلة الآن القضاء على القوة الحوثية. القوة الحوثية من السهل القضاء عليها، لكن لا نحن نريد كيف من السهل؟ ليس فقط، لا جميل معمري، كيف من السهل؟ دعني أكمل فقط، دعني أكمل فقط للناس كيف من السهل. نحن الآن أنا أرى أن التحالف والشرعية تعمل عندما يكون هناك مريض، لا تريد أن تعالج المرض بل تقوم بإعطائه مهدئات. يا عزيزي، نحن نتحدث قبل شهر عندما تحركت معركة شبوة وتحركت معركة حريب، لماذا الآن توقفت وكانت ميليشيات الحوثي منهارة ومتراجعة ومتقهقرة وانكسرت في كل المواجهات؟ لماذا الجيش الوطني لم يتحرك من مناطقه لتحرير جنوب مأرب ولم ينسحب من داخل حضرموت أو من داخل المهرة لتغطية الانتصارات وسحق الميليشيات أثناء ما كانت منكسرة؟ لماذا عندما نجد أن الجيش يتقدم سواء في ألوية العمالقة أو الساحل الغربي أو غيره من المناطق نجد هناك نجاحا ما بعدها يتم وقف جميع العمليات العسكرية؟ لماذا نخضع للضغوط الغربية أو لغيرها؟ نحن أمام مرحلة تحريرية، يجب علينا أولا أن
يكون هناك قرار سياسي حقيقي صادق مع تحرير اليمن وتحرير المنطقة من هذه الميليشيات. إن وجد القرار السياسي الصادق في هذه المعركة فإننا بالفعل سنتحرر. لكن الآن نتحرك خطوات ونعود لنفس النقطة السابقة. ميليشيات الحوثي اليوم استعادت قوتها، استعادت زمام المبادرة، استطاعت تعزيز جبهاتها التي كانت بالأمس منكسرة، والآن لديها الاستعداد لاستعادة الأراضي التي تحررت بالأمس. يعني هذه المصيبة هي وكأنك تريد أن تقول بأن هذه العملية الواسعة اللي أعلن التحالف منه بيحضر لها، يعني نتائجها ما بتكون كبيرة مثلا، هذا اللي تقصده؟ إن لم يكن هناك إرادة حقيقية، وإن لم يكن هناك قرار حقيقي للقضاء على الميليشيات وتحرير المناطق، فستكون نتيجة كما حدثت بالأمس في حريب وفي عسيلان وفي بيحان. سنتقدم قليلا وسنعود إلى مواقعنا، وسنترك الميليشيات تعيد قوتها، وسنستمر في نفس المعمعة وفي نفس الإجراءات. طيب، لن يكون هناك تحرر حقيقي ما لم يكن هناك قرار سيادي حقيقي من قبل الشرعية ومن قبل التحالف في تحرير اليمن. قلت ذكرت نقاط كثيرة، بخلي اللواء عبد الله غانم القحطاني يرد على بعضها لو يريد يرد عليها. اللواء قحطاني، شكرا لك وشكرا للزملاء. الإرادة السياسية موجودة في التحالف العربي، حاصلة الحزم كانت بقرار سياسي مهم جدا، ولا يزال على أرض الواقع، وما يجري على الأرض هو بقرار سياسي أولا وأخيرا. المشكلة يا سيدي هناك أعداء لهذا التحالف وهناك أصدقاء لإيران لا يريدون انكسارها، لا في اليمن ولا في خارج اليمن. بكل وضوح يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أنا متابع مواطن عادي لست مسؤولا، هاتين الدولتين لا تريدان للحوثي أن ينكسر، ولا تريد لإيران أن تنكسر أيضا، ولا يريد الإرهاب أن يخرج من الدول العربية، ولا يريد إلا أن يخرج من صنعاء في هذه المرحلة. بكل بساطة أعطيك مثال، الدرونز يا سيدي قطع صغيرة جدا مرنة الإطلاق، تستطيع أن تحركها من أي مكان، وأيضا تطير على علو منخفض جدا، هذه خطورتها. العالم يرصدها إذا أراد، إذا أراد أن يتعاون في محاربتها، لأنها تشكل تهديد للجميع. لا يقدمون أي شيء في هذا المجال، بل يمنعون بقراءتي يمنعون التحالف من أن يتقدم لإنهاء الانقلاب. والدليل الحديدة كما ذكرت قبل قليل، هناك عدو آخر بقراءتي أيضا ليست معلومة داخل اليمن، هناك من لا يريد غياب الحوثي، هناك من لا يريد أن تتحرر اليمن من سيطرة إيران، هناك من لا يريد للتحالف أن يتقدم ببرامجيته التي أعدها على الأرض لإنقاذ اليمن وكسر الحوثي. هناك داخل اليمن من لا يريد هذا الشيء. طيب ماذا بإمكان التحالف أن يعمل مع هذه الضغوط؟ لا ننسى أن التحالف يقاوم من؟ يقاوم الثورة الإرهابية الإيرانية، ليس فقط في اليمن وإنما أيضا من الشمال ومن البحار العربية المحيطة بمقر التحالف العربي في المملكة العربية السعودية. الأمر أصعب مما نتصور. لك أن تتصور أن دولتين صديقتين حليفتين سمها ما شئت تقف مع الإرهاب في اليمن ضد التحالف، لا تريد للتحالف بأن ينهي هذا الانقلاب، لا أقول أن ينتصر، وتمنع الحوثي من أن يصنف على قائمة الإرهاب، وتحجب بعض الأسلحة ربما، وتحجب بعض المعلومات التي يجب على العالم أن يتحد بها لواجه الإرهاب. بينما نرى تحالف ستيني تقود الولايات المتحدة الأمريكية وفيه السعودية والإمارات، ضد من؟ ضد داعش، ضد فريق واحد من الفرقاء الإرهابيين الذين تغذيهم إيران بطريقة أو بأخرى وتحركهم لبغداد كلما انهزمت ميليشياتها أو هزمت في الانتخابات. الموضوع أكبر مما نتصور، وأعتقد أن التحالف يتحمل من الضغوط ما لا تتحمله الجبال، ومع هذا هو لا يزال يعمل على الأرض، ولا يزال يقاتل الحوثي، ولا يزال لديه الإرادة السياسية والعمل العسكري الميداني. المشكلة تكمن في العدوين، أحدهما في اليمن والآخر خارج هذه الدول. عميل، أوكي عميل جواس، أعطيك الدقيقة الأخيرة، للأسف الوقت ركض سريعا، أعطيك الدقيقة الأخيرة لو عندك تعقيب تفضل. أعتقد أن المسألة واضحة، وأنه في نقطة جزئية واحدة أشياء أضيفها، وهي أيضا مسألة البحر والتهريب. لا يمكن أن يهزم هذه الميليشيات أو تضعف إذا استمر التهريب، يجب حصر التهريب تماما. أيضا جزئية أخرى أساسية، أرى أنه لابد للشرعية أن تتعاون بشكل جاد وبمسؤولية مع التحالف في إصدار بعض القرارات السياسية التي تعيد هيكلة هذا الجيش.
هذه الميليشيات الحوثية استمرار الحرب يرسخها هذا نظام كهنوتي، يجب حتى لو سيطر على السلطة سيتقوم عليه ثورات وينقشع، ليس كما السابق في زمان في أيام الإمامة. وبالتالي يجب أن نعلم أن هناك من يجعل من الشخصيات الشرعية تقود الحرب ولكنها صانعة للهزائم، وبالتالي هذا يعني كأنه مدعوم من الحوثي أن يبقى في هذا المنصب بحيث يستمر أو تستمر الحرب ولا تتقدم الميليشيات الحوثية. انتهت هذه الفقرة للأسف. العميد محمد جواسي من عدن، العميد جميل المعمري من القاهرة، واللواء عبد الله غانم القحطاني من الرياض، شكرا لكم جميعا. بنواصل هذا الموضوع وربما تطورات أخرى في لقاءات قادمة. نتجه إلى فاصل، بعد الفاصل ما الذي يجري في أوكرانيا؟ الأزمة الأوكرانية تتصاعد بين روسيا من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر. الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة لم تحرز تقدم يعول عليه حتى الآن. هناك من يرى أن شرارات الحرب إن تفجرت يمكن أن تتجاوز أوكرانيا ذاتها. فما هي تلك الشرارات؟ ثم كيف ستتأثر منطقتنا العربية لو توسعت رقعة أي حرب محتملة نتيجة الأزمة الأوكرانية؟ لكن أولاً، كيف وصلت الأزمة الأوكرانية إلى هذا الحد الخطير في هذا التوقيت؟ وللحديث عن هذا الموضوع وتطوراته معي دكتور مهند العزاوي، وهو رئيس مركز صقر للدراسات الاستراتيجية من أبو ظبي. مساء الخير دكتور مهند. أهلا وسهلا أستاذ عبيد، حياتي لك. كيف وصلت الأزمة الأوكرانية؟ الناس مشغولين بأمور أخرى، فجأة سمعوا أنه أزمة أوكرانيا ممكن أنه تتحول إلى حرب عالمية ثالثة فجأة هكذا. كيف وصلت الأزمة إلى هذا الحد الخطير وفي هذا التوقيت دكتور مهند؟ تحية لك أستاذ وليد، تحية للمشاهدين. الموضوع ليس يعني فجأة، الموضوع فيه بعد يعني تراكمي، في ردود أفعال، أيضا في نمط آخر نسميه في التفكير الاستراتيجي، يعني رؤية الفاعل، استراتيجيته، سلوكياته. نتكلم عن بوتين ليس اليوم، بوتين منذ عام 2008 هو رجل في مؤتمر ألمانيا أعتقد للأمن الدولي الأمن العالمي الشيء، قال لهم بصريح العبارة يعني أنكم تتصرفون لوحدكم، وكانت رسالة أنه هو سينتهج يعني خط السياسة الخارجية لتكون روسيا مؤثرة. لو أخذنا الخط الزمني يعني فاعلية أو تفاعل روسيا مع الملفات الدولية ستبدأ منذ عام 2008 بأبخازيا وأوسيتيا، ثم بعد ذلك شبه جزيرة القرم، ثم بعد ذلك قفز إلى الشرق الأوسط إلى سوريا إلى أفريقيا. وبنفس الوقت حاليا نرى الأزمة أو على الأقل التصعيد وفق السياق الاستراتيجي الروسي ضد أوكرانيا، نظرا ل يعني عدم تنفيذ حلف الناتو مطالب روسيا التي تطالب بشكل واضح أنه تحافظ على أمنها، وعدم تقرب من قبل دول أو بالأحرى نسميه القضم الجيوبوليتيكي للحدود السابقة للاتحاد السوفيتي. ويرى بوتين أنها مصلحة وطنية، وبالتالي يتطلب من عنده اتخاذ إجراءات حتى لو تطلبت تكون عسكرية، وأنا أعتقد هو ماضي بهذا الاتجاه كثيراً، وممكن يكون الأمور متصاعدة لا أكثر مما نتوقع. طيب هل يعني في ناس، أنا اللي قلت لك بالبداية أنه فجأة في هذا التوقيت، فجأة بالنسبة للناس الغير متخصصين، الناس العاديين اللي كانوا يعني بيسمعوا عن جزيرة القرم وعن أوكرانيا الشرقية اللي هي متحالفة مع روسيا، وأوكرانيا الغربية اللي منفتحة على الغرب، وأمور بسيطة. ولكن في هذا التوقيت وصل الأمر إلى أنه يمكن يحصل صدام عسكري بين قوة كبرى، ويمكن أن يولد شرارات حرب عالمية ثالثة تتجاوز أوكرانيا نفسها. طيب بالنسبة لهذه النقطة، هل في مبالغة أنه البعض يتخوف من أنه يمكن تنطلق من هذه الأزمة تداعيات حرب مقدمة لحرب عالمية ثالثة، أو هذا الكلام ممكن يكون واقعي؟ لا ممكن يكون واقعي. ك-
كيف؟ إذا أخذنا بالنظر لاعتبار العوامل، إذا نأخذ إحنا دائما في التفكير الاستراتيجي نأخذ الفاعل سواء كان فرد أو دولة، وثم نأخذ نسق الفعل الملموس، رهاناته، أرصدته، وبالتالي عندما تفكر أو تنظر إلى أرصدة بوتين في استخدام القوة فهو له رصيد عالي، رهاناته هو يبحث عن استراتيجية الإمبراطورية أو عودة الإمبراطورية وهو أمر وارد أيضا، ثم ردود الأفعال، يعني يوم عندما هذه البداية أو على الأقل لا نسميها الصفحة الأولى بقدر ما نسميها القفزة الأولى لبوتين، الاعتراف بالجمهوريتين لانس يسموها كما هم يسموها الأوكرانيين، هذه الجمهوريتين هي مدخل، تعرف هناك مؤشرات تصعيد اليوم، الأوكرانيين يصعدون، كذلك الروس أعطوا تفويض لاستخدام القوة خارج الحدود الروسية، في حال أنه قفز وفقا للمسلك الأقل تأثيرا بالنسبة لبوتين اللي هو يسيطر على بالضبط نقول من هانسك إلى أوديسيا، إذا أراد يطور عسكريا إلى هذه النقطة معناه يحرم أوكرانيا من الممر البحري أو القدرة البحرية لها، وبالتالي هذه المنطقة منطقة البحر الأسود منطقة تقاطع استراتيجي لكل الدول، هذا قد يتطلب أو محتمل أن يكون يعزز الناتو قدراته، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنسى الكل يبحث عن حرب للقفز على الفشل الدولي الذي نشهده اليوم، وبالتالي اليوم حتى مؤشرات يعني بايدن هو أرسل عزز قوات الناتو في لاتفيا والليتوانيا وفي مناطق متعددة محيطة بطبيعة الصراع، لا يمكن الجزم أنه الولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو لا يمكن أن يفرض حرب، لا سيما إذا يعني عدنا نتكلم عن بولندا، نتكلم عن بلغاريا، رومانيا، تركيا، هذول يعني دول ضمن حلف الناتو، إن طور بوتين وفقا للمؤشرات العسكرية الحالية المتصاعدة عمله باستخدام أو على الأقل رأس الجسر من شبه جزيرة القرم ويسيطر على الممر البحري لأوكرانيا، دون أدنى شك سيكون هناك تدخل من الناتو وتدخل عسكري، هذا التدخل العسكري قد يمنح يعني صفة الخيار أو على الأقل خيار القرار لبوتين للقفز إلى الشرق الأوسط الذي يمتلك فيه ما يقارب 25 ألف مقاتل مع البارجات مع الطائرات، أي معناه نتكلم هنا عن حرب واسعة تتحول من مسرح العمليات إلى مسرح الحرب، وأنا أعتقد هذا يعني يشي بأنها ستكون حرب محاور وحرب عالمية كما أعتقد يعني. طيب إيش التوقعات؟ كيف يمكن بتأثر لو توسعت رقعة الحرب انفجرت في أوكرانيا وتوسعت رقعتها وصلت إلينا في المنطقة العربية، كيف ممكن تتأثر المنطقة العربية بتداعيات أو بتوسع رقعة هذه الأزمة اللي ممكن تتحول إلى مواجهة عسكرية؟ هذه كانت لو كانت هي مواجهة عسكرية ستكون دون أدنى شك تأثيرات متعددة، أولا تعرف الجانب الاقتصادي وجانب مهم وحيوي، وأعتقد عندما تنشغل الممرات وتنشغل البحار بحرب جيوفضائية سكرانية، فرط الصوت، الأسلحة الاستراتيجية العليا تستخدم فيها من كل الأطراف، ستكون هذه يكون مسرح الحرب غير قابل للعودة، يعني ما في عودة بعقارب الساعة أستاذ وديع، وبالتالي ستحاول كل الأطراف، لا تنسى احنا نتكلم اليوم عن محورين وهي المحورين واضحة بالرغم من عدم إعلانها، يعني إذا روسيا دخلت الحرب لا تستبعد الأدوات الأخرى الموازية في التفكير والموازية في العقيدة والمناظرة في القدرة لها ستكون ضمن سياق ومحور، يعني أعتقد المحور الشرقي، ولو تذكرت الخطاب الذي تكلم فيه بوتين عن الاعتراف بالجمهوريتين غازل كثيرا بكلمة الحزب الشيوعي، وبالتالي هي إشارة لأنه خلف هناك محور ممكن أن يكون يتشكل من كوريا الشمالية والصين ودول المحور فنزويلا وغيرها، إذا نحن نتكلم اليوم على استشراف قريب بإمكان هذا الموضوع يكون بهذا الشكل، وتعرف الأدوات لهذا المحور فاعلة في غرب آسيا كما تراها وفاعلة كذلك في شمال أفريقيا وشمال شرق أفريقيا، إذا هي المنطقة بكل الأحوال ستكون
مسرح حرب، وهذا مسرح الحرب فيه ادوات متعدده، منها ادوات تقليديه، منها مرتزقه، منها ميليشيات، تنظيمات ارهابيه، اضافه الى يعني التشكيلات العسكريه التقليديه ومحاورها الجيوستراتيجيه بالنسبه كاسلحه استراتيجيه وفرط الصوت. وكذلك انا اعتقد قد ترتقي الى حرب ما لم يكن هناك عقلانيه واتخاذ قرار صحيح من روسيا وكذلك العالم. ويكفي ان الصين انه تقف مع روسيا، هذا بحد ذاته يجعل من موقف روسيا اقوى مما انه كانت تكون لوحدها. الان البعض يقول بانه ما يحصل في هذه الازمه الاوكرانيه سيجعل من العالم ما بعد الازمه ليس كما كان قبل الازمه، وانه العالم في طريقه لنظام عالمي جديد وحرب بارده جديده، وكثير من الأمور ستتغير. لم تعد الولايات المتحدة، لن تكون الولايات المتحدة بعد الأزمة الأوكرانية لها اليد العليا الوحيدة على العالم. ما رأيك بهكذا اعتقاد؟ الوديع انطلق السهم، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني لا شيء بعد اطلاق السهم الخلص. يعني احنا اذا اريد ننظر الى الحرب روسيا أوكرانيا قد انطلقت، يعني وفقا لمؤشرات وفقا لسياقها. صح. الولايات المتحدة الأمريكية فقدت عامل القوة وعامل الحيوي وعامل الأحادية أو القطبية نظرا لسجلها في الفشل في أفغانستان وفي العراق، وتراجع والاستقطاب الحاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والمشاكل الاقتصاد فضلا عن أوروبا هي الأخرى. يعني بريز يعني خلينا نقول ظلت في اماكنها دون ان تطور حالها عسكريا، وبالتالي الروس اذكياء هم والصينيين، هم يقرؤون هذه التحولات في الميدان الدولي، وبالتالي هي هذه يجدونها افضل فرصه لاعاده رسم النظام العالمي وفقا لمحددات الشراكة الدولية وليس لمستوى القطب الأول. وأنا أعتقد هو هذا بالدرجة الأولى، وليس سيكون بل كان وسيحصل. خلص اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مجرد العقوبات، مارست العقوبات على روسيا منذ 2014 وعلى إيران منذ سنوات، العقوبات لا تشكل شيء أمام منافذ، يعني هذا عامل حيوي. أنت عندك منافذ متعددة قد تحددك في عملك، ولكن على مستوى دول كبرى مثل روسيا مثل الصين مثل كذا، العقوبات لا تشكل شيء ما لم يكن هناك يعني أداة الضغط العسكري. وأنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك هذا في الوقت الحاضر، لا سيما أنها حتى غرب آسيا والشرق الأوسط وأماكن المصالح اللي هي تمتلكها اليوم هي انسحبت منها كما تعلم، وتركتها تغرق في في فوضى الذي يفترض انها قلب العالم وانها يعني احد نقول الاصول الاستراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه. احنا نتكلم عن متغيرات كثيره على مستوى الاستراتيجيه، على مستوى القوه، على مستوى التعاطي السياسي الدولي، ولا تنسى نتكلم عن مجلس امن الامم المتحده اشبه بالميه السريريه لا يستطيع ان يعطي قرار في ظل الاختلاف الكبير ما بين الاعضاء. طيب ايش اللي يعني اخيرا ايش اللي نتوقعه انه يحدث خلال الايام القليله القادمه؟ هل بيكون في نطاق المفاجآت او يعني سيحصل بناء على التراكم الذي حدث خلال الايام او الاسابيع الاخيره؟ ايش اللي ممكن يحصل؟ أنا أعتقد مرحلة أولى، أعتقد من وجهة نظري المرحلة الأولى ستكون، أنا أعتقد الخطوات الروسية محسوبة ومعد لها عسكريا ومعد لها سياسيا بنفس الوقت حتى اقتصاديا. ستكون المرحلة الأولى أعتقد هو السيطرة على الشريط البحري بدءا من دوناستيك حتى تصل دونسيك إلى تصل إلى أوديسيا. أعتقد هذا الهدف العسكري السياسي بالدرجة الأولى. ما لم يكن هناك عملية مناورة أو مخادعة استراتيجية تقوم بها روسيا وتستخدم قواتها من بيلاروسيا إلى كييف وتسقط النظام حتى تنهي هذا الفعل، المسلكين أو الأعمال الممكنة حاليا ممكنة للطرفين هكذا. وإن طور حاله أنا أعتقد أوكرانيا ليست عضو في يعني في حلف الناتو، ولا يخول قانون حلف الناتو أن تشترك عسكريا في هذا الاتجاه، وممكن أن يحسم هذا الموضوع ما لم أن يكون يأخذ الجانب البحري، وأعتقد هذا تأثيره أكثر على الناتو وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور مهند العزاوي، يعني الموضوع طويل متشعب وممتع النقاش معك في هذا الموضوع، لكن يعني ما نريد نرهقك كمان بكثرة الأسئلة،
ربما في فترات القادمة. دكتور مهند العزاوي رئيس مركز صقر للدراسات الاستراتيجية من أبوظبي، شكرا للمشاركة معنا. شكرا لك دكتور. تحياتي لك سعيد. بهذا تنتهي قضايانا لهذا الأسبوع، شكرا لكم ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.